تفعيل توصيات منصات التعليم لمساعدتك على العثور على الوظيفة المناسبة. اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الصورة المصغرة في الأعلى، ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل. نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على الإعدادات، وبعدها سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات الخاصة بنا. في هذه النافذة نأتي إلى الاتصالات، نقوم بالضغط عليها، ثم نأتي إلى البريد الإلكتروني، هنا نقوم بالضغط عليه، وبعدها سوف نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على وظائف، وبعدها سوف نأتي إلى نافذة الوظائف، نقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم بعد ذلك نأتي إلى توصيات منصة التعليم لمساعدتك على العثور على الوظيفة المناسبة، نقوم بتفعيلها من خلال الضغط على العلامة البيضاء. وأنا أصبحت باللون الأخضر، يعني تم تفعيل هذه الميزة على حسابك الخاص لينكدين. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر.